مصير الناقلة الإيرانية غريس 1 أصبح معروفا بعدما قضت المحكمة العليا في جبل طارق بالإفراج عنها بعد أسابيع من الاحتجاز، في خطوة قد تجعل إمكانية إفراج إيران عن الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو المحتجزة بالتبادل غير مستحيلة. لم تعد السفينة تحت عقوبة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لاحظت المحكمة أنها خرجت عن نطاق الحظر، إذن لم يعد هناك ضرورة ولا التزام لاستمرار احتجاز السفينة. الاحتجاز لم يعد منطقيا ويمكن للسفينة أن تغادر على الفور. بعد أن تم تمديد احتجاز السفينة اليوم لم تعد تحت حظر الاتحاد الأوروبي وسط تكهنات باحتمال التوصل إلى اتفاق بين لندن وطهران التي تعهدت كتابيا بأن الحمولة النفطية للناقلة غريس 1 لم تكن متوجهة إلى سوريا، لكن التصعيد قد يأتي من جانب آخر بعد إعلان النيابة العامة في جبل طارق أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من سلطات هذه المنطقة مصادرة الناقلة غريس 1 بينما كانت المحكمة العليا تنظر في إمكانية الإفراج عنها، ولولا هذا الطلب المتأخر لغادرت السفينة جبل طارق من قبل حسب ما أدلى به رئيس المحكمة. هذا الطلب أثار حفيظة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بعدما وصفه في تغريدة له على تويتر أنه محاولة أمريكية للقرصنة، قائلا أنها فشلت بعد الإفراج عن الناقلة. وعلى خلفية هذه الأحداث قد تلوح بوادر الاتفاق بين بريطانيا وإيران في أفق هذا الصراع، خاصة بعد أن اعترف المسؤولون الإيرانيون أن بريطانيا قد أبدت اهتماما لحل المشكلة فيما لم تنفي حكومة جبل طارق ذلك، مشيرة إلى سعيها لخفض التصعيد في المشاكل المطروحة في هذه القضية.